يا هلا يا هلا. على فكرة أنا قاعد بتدرب معاك، أوكي؟ قاعدين بس بنجرب. تدرب انت، انت يور تراينج هارد، انت عم ولا تحاول تراين تصير كارد، قاعد تلعب لي. أنت بأصعب واحد موجود هون يا زلمة. خلينا اوكي، خلينا نشوف أوكي. مين حيفوز طيب بالأخير. أنت عم تطلع لي موس، أنت هذا السكين هذا من وين، من وين طلعته؟ من وين طلعته؟ دبوس صغير، هلا بتشوف. أه طيب ماشي. حابب أرجيك. على فكرة إحنا على الهواء، فخلنا لحظة يعني ممكن. لا. والله إحنا لا. على الهواء. عشان بدنا نسلم على الشباب نقول لهم أهلا وسهلا. أوكي سلم. مين فاق؟ أفوز. طيب اصبر، اصبر تلعبش، بوز، في بوز، عملت بوز. لا لا أوعى أوعى. لحظة. أعزائي المشاهدين، صباح الفول والفلافل، معكم حكيم صاحب الكرسي العظيم، أهلا وسهلا فيكم جميعا في جاري اللعب على تلفزيون الان. طبعا معي الشاب الطيب، واحد من اعز اصدقائي. عم بحاول انا صراحه قاعد ادور على اكثر ناس ممكن تغلب عليهم. عمار الجرف طبعا، لعيب كثير بيقولوا. امبارح كنا قاعدين بنلعب اوفر واتش، وعملنا شويه تدريبات هيك ونوعنا امور وضبطنا الوضع كلياته هيك، يعني حبيت ان انا اشرح للناس كيف يلعبوا. مفكر انه الواحد هيك رح يلقطها، بس انه ما علينا. اكيد وانت جايبني مثال على اساس انه تطبق علي. نعم نعم. انت هلا حتلاقي نعم. يعني انه الهزيمه اللي بحياتك ما توقعتها حتكون غلطه انك تلعب معي. ما فهمت. خلينا نشوف. انه انا اللي رح اخسر؟ يس. المهم فنحكي في الموضوع. طبعا اللي ما زبط معي امبارح ان انا كان المفروض اورجيهم ان انا لعيب، انا بعرف العب ومعي تلعب. فريق ومعي ناس وكذا. الحلو في الموضوع ان انا اكلت على راسي كميه خبطات يا زلمه، انا افطرت وانا لسه مش طايم. اشي بيضحك، كان اشي فعلا فاخر على الاخر. ولكن هلا غيرنا الموضوع شوي، حاولنا ان احنا ننوع، لان احنا وعدناكم انه هنقدم لكم العاب عديده والعاب مختلفه. اليوم هنقدم لكم لعبه انا صراحه بحبها منه انا صغير، اللي اسمها تكن 7. طبعا تكن 7 هو النموذج السابع اللي طلع منها. طبعا فيه تقريبا 9 نماذج لما تحسب تكن تاج تورنمنت والحركات هاي كلها. اخر جزء هو، او اخر هو كان لازم يعني ان انت تحبطني، كان لازم تقول لي ان هو اخر جزء. انا كان في ودي يكون انا عندي اولاد العب معهم. قل سويت لك. انت اكيد ما كنت بتعرف انه اخر جزء انا اللي اعطيتك الفكره هاي. بتحب اكمل عنه؟ لا بدك تكمل عني؟ نيكست تايم. اوكي. المهم فكل ما في الموضوع هو نحن هلا نعد نلعب لعبه طقطقه بيسموها، او انه بيسموها فايتنج جيم او اف جي سي. الحلو في الموضوع هو هذه لعبة فاست بيس أو سريعة جدا، فيها شخصيات مختلفة جدا، وبيدخلوا أكثر من شخصية من كل واحد من كون، وكل واحد من بيسموها ستوري يونيفرس، يعني كيف قصة كون، قص كيف ترجمها. أنا جايبك ليش يا مضمحيل؟ لا أنا مش دارس قبل ما أدخل عندك عادي. شو؟ كنت على الاقل يعني شوف شوف، يعني الموبايل هلا كنت انت نزلته تحت الطاوله، قعدت تدور ستوري يونيفرس ان ارابيك. فيش تعرفش جوجل؟ حيكتب لي نفس الكلمه بس ان ارابيك. فكر. فوت على الجيم. خلينا نلعب لانه ابيرنتلي طيب. هذا احسن شيء ممكن اعمله حاليا. طبعا احنا قاعدين كل واحد فينا. من وين طلعت الرمح هذا؟ بتحب ترجع تشوفه؟ هلا اوكي شوف. موس صغير. موس يا دوب. موس انت راح تحلق. لحظه وصل يا دوب عندك شعر اصلا. عامل المهم اللعبه هلا بشكل عام. طبعا انتم انتم شايفينها، مش عارف انا ليش كثير عم بقرب منك عشان احكي معك. المهم ارجع شوي. ف المهم كل ما في الموضوع هو كالتالي، اوكي؟ عندك شخصيات نختارها. طبعا احنا هلا داخلين على الجيم، بنقعد نخبط في بعض وهاي هاي هاي مثل ما اصبر بدي اعرف اشرح الدرس. المهم فمثل ما انتم شفتوا انا كان عندي الهيلث تبعي كان موجود فوق، اللي هو كل شخصيه. هذا مثلا الشخصيه اللي على اليمين هو مفروض انا ملخبط. اليمين هنا هنا الناحيه هذه. عمار شاور ناحيتك. ايوه الكاركتر اللي لابس ابيض. هذا اللي لابس ابيض مين؟ هذا انا اللي على اليمين. اوكي انت لابس اسود. ايوه هي بلاك فيرسس وايت جيت ات. يعني خلص وصل انه احمر ضد ازرق، الشر ضد ال... يعني شو الكلمه الثانيه؟ ضد الخير. انت انجزت لا هو كلمه الشرق ضد الغرب. ولا كنت من وين جاي انت؟ انا يعني انه جايبني يعني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا لا افقه شيء غير تكن. واضح انك تفقه كثير. طيب ممكن نشرح للناس كيف يلعبوا؟
يا ريت. اوكي طيب هلا طبعا هو احنا قاعدين نلعب على الكمبيوتر اوكي، لانه هذا تكن موجوده منها على البلاي ستيشن، موجود منها على البي سي بالاضافه للاكس بوكس اي ثينك، موجود على الاكس بوكس، واللي احنا بنستعمله هو الكنترولر بلاي ستيشن كنترولر مثل ما انتم شايفين. اوكي ما تقعد تحرك كثير عشان ما يفصل معك الكيبل ونقعد ساعه ندور عليه. بيفصل معك انت؟ والله انا اسف. المهم فبكل بساطه في عندك الاكس الاو او الاكس والسيركل او الدائره، بعدين عندك المربع، وعندك حلو كيف انا شاورت على المثلث، مثلث مربع الاكس بالاضافه الى الدائره، كل واحد فيهم له جزء من الشخصيه اللي انت بتلعب فيها. مثلا بدوس انا، ما تدوس انت اوكي، لا تتحمس انا سابق اوكي خايف تخسر. لو دست على المثلث بيضرب بايده اليمين، شايف؟ لو دست بالمربع بيضرب ايده اليسار، بالاكس بيضرب رجله اليسار، والحمد لله رب العالمين متذكر انه كنت راح الخبط مثل مرتي بترش اليمين مش شمال، ما علينا. وعندك السيركل هيشوف اجره اليمين. وين الوضع كيف؟ هلا انت كيف قاعد بتدافع؟ مطلوب منك ان انت عشان تدافع لازم ما تتحرك، صح؟ انا قاعد اخبط فيك ولا اي شيء. طيب كيف ممكن اخبطك؟ اعمل لك تمويه. هاي سويت لك، شفت كيف سويت لك؟ من تحت على اساس انه ترى عامل حل انه هو عم بيحكي بشكل سيريس، بس انا فاجاتك اني ضربتك تحت، صح؟ شفت كيف؟ شوف شوف كيف انا بكعبه بقول اوعى يلا. ايش هذا؟ سويت لك كيف زبطت مع هاي؟ والله طب لا طب ايش هذا؟ ايش في؟ اي طب شو رايك بهاي؟ ولا ايش عم تعمل؟ هذا ليفل تاني يا زلمه، اصبر عم نشرح للناس كيف يلعبوا. اشرح الحركه اللي انا سويتها. ما صعب شوي، ستيب باي ستيب. هو صراحه انا ما بعرف. صعب شوي اوكي. طب استنى استنى اشرح كيف تعملها. مي نو سبيك عربيك نو صعب. ها اوكي طيب شو بدي احكي لك. طيب اوكي اوكي هلا ضربنا يمين يسار، انت هلا الفكره كلها انه لازم تعرف الدافع. مثلا انا هضربك فوق بعدين مره تحت اوكي، 1 2 فوق بعدين مره تحت، حلو احفظها احفظها. 1 2 ها ضحكت عليك حترجع لك. لا اسمع بمزح معك بمزح معك، خلص صلى النبي خلينا نركز اوكي. ما تحرك ما تحرك ما تحرك، انت دافع فوق فوق تحت اوكي، تحت. شوف كيف؟ هذه هي الفكرة. طيب أنا على فكرة أنا عم بحكي معك كمبتدئ، اعمل حالك مبتدئ. أنا عم بحاول أعمل نفسي مبتدئ بس مش قادر، يعني قاعد جنب مبتدئ. أنا تلعب جيم جد؟ يلا أوكي استنى 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 استنى. نقطة سريعة جدا لازم نشرحها عشان احنا هنرجع لبرا ونختار الكاركتر، لأنه مش رح ألعب الكاركتر هذا، مش هلعب شخصية مش شاطر فيها وأخسر من من الحلو هذا. اوكي هو مسموح أسب على فكرة، أنا كلمني المخرج قال لي لو بيغلط معك بكلمة إلا عن سأل. اوكي أنا مش رح أتكلم، أنا رح ألعب بس. عمار عيونه عيونه. هلا في فعلك تحت حدا. اوكي اصبر اصبر خلص اصبر اوف اوف اوكي اوكي. هلا متى ممكن اهجم عليك؟ انت مثلا ممكن تحاول تضربني، حاول انك تضرب اوكي. لما انت تحاول تضرب وانا اضربك بنفس الوقت، لو انا اسرع منك بيروح الدفاع تبعك فكذا. فانت شو بيصير معك لما تضلني اهجم؟ لازم انت تصبر بعدين تستنى اللحظه الصحيحه انك تهجم علي. خلينا نقول ان انت واحد تنح بدكش تتحرك من مكانك وبليد واعصابك بارده وانا قاعد اصبغ خبط فيك ساعه، اضربك فوق او اضربك تحت تقدر تدافع اوكي. شو الحل في سيتويشن في او في موقف ممكن تستعمله او حركه ممكن تستعملها بيسموها الجراب او الثرو؟ تعرف الجودو؟ مزبوط. شوف كيف الجودو شكله، هاي دفعت عنها، ما دفعت عنها بقدر اسوي لك اياها. في له حركات تانية يعني شفت كيف هيك يعني فيعني في كذا في حركات هون ثانيه. ما عجبك اوكي بعمل لك انا جودو مره تانية، وبكل بساطه رح تندم على الساعه هاي وتقف، وهيك انا هفوز الجيم. طبعا انت فتحت الموضوع بس عشان تكسب الراوند. I don't know what you're talking about. اللي هلا حترجع تخسرها كمان مره، خلينا نشوف. ما بدي اغير شخصيه، بدي اغير شخصيه، بدي اغير شخصيه، بدي اغير شخصيه. لسه ما بدينا اوكي، بختار شخصيه لان بعرف العبها كويس. انا حرجع على نفس الشخصيه على فكره. ليش؟ ظروف. نوكتس. بتعرف بتعرف اني مش اخسر منك والله. انا بلعب يمين ولا يسار؟ بلعب يمين. انت بتلعب اليمين اللي هي الجهه اللي انت ما بتعرف تلعب فيها، عشان هيك انا بلعب اليسار. طيب انا هاخذ لك هيها. انت فاكرني بعرفش العب اليسار؟ بس على فكره انا بيعجبني الكوستومز اللي نقوهم لنوكتس، الاثنين بيشبهوا بعض. يعني واحد شتوي واحد صيفي. لا واحد بس لا واحد فيهم جايبه على التنزيلات هذا. طبعا انا اللي بلعب فيه هلا الشخصيه اللي راح اختارها اسمها هيهاتشي ميشيما.
هذا بيكون واحد من اكبر الشخصيات في لعبه تكن، وكان موجود من تكن 1 اصلا. اشي صراحه جدا يعني شخصيه انا كتير بحبها، يعني انا على عكس الشاب الطيب اللي جنبك، اللي جنبي جنبك انت، احنا قدامكم قاعدين احنا جميعا ان شاء الله. ايش في والله ايش في بحب اقاطعك ايش في الهوايه. طب اصبر اصبر، في واحد بدي ياخذ سيلفي، يقول هاي اوكي نرجع. معلش تعرفوا انه في عندنا معجبين، ناس بيجوا بيتصوروا وكذا. عم بحكي؟ لا بس قلت له شيء. اوكي اوكي شلت من الصوره. اوكي ما علينا. المهم عمار استنى، نتراهن على شيء؟ ممكن. طيب شيلك من السحور ومن الفطور لانه ما اظن حنرجع نشوف بعض. انت شكلك شبعان اصلا. اسمع لا لا لا، عشان نحسبها صح، هنطلع لبرا على المين منيو ونورجي الناس اول شيء شو الاوبشنز اللي موجوده في اللعبه. اوكي وبعدين ندخل. هلا اول شيء في عندنا شيء اسمه ستوري ذا ميشيما ساغا، اللي هم ميشيما العائلة ميشيما اللي موجودين قدامك. واحد فيهم الشخصيه اللي انا معاه، طبعا الناس كلها كانت متحمسين هنلعب ضد بعض، بعدين انا زي طقعت لهم وطلعت لبرا على المنيو. يعني انا هلا حاسس لو انا كنت متفرج انت حتخسر، يعني راح انا بحاول اجل الموضوع قد ما بقدر، يعني انه المعركه الشائكه اللي كانت حتصير بيننا. انت كتير تتحمس مرات، انا ما بعرف يعني معروف النتيجه اصلا. طيب لا اله الا الله. اوكي المهم المهم المهم، في عندنا الستوري طبعا هي نفس الشيء نفس النظام فايتنج، ولكن بيحطوا لك فقرات هيك كات سينز عن قصه، بتشوف فيديوز اشياء قصيره، ويكون في طبعا دايالوج اشياء حلوه كتير. هذا واحد شيء. ثاني في بتقدر تلعب اونلاين، لما تلعب اونلاين تلعب ضد ناس اونلاين، مش عارف ليش انا اضطريت اني اشرحها. المهم فبتفكر حالك ان انت شاطر كتير على الشباب اللي جنبك، العب اونلاين وشوف. لما تلعب مع واحد من كوريا بيلعب 24 ساعه، ابوه بيدربه وبيضربه لما بيروح بيدرس بدل ما يلعب، ما بتعرفش كيف. اوكي وبيجي بيلعن سلسفيل. انا مش عارف ليش انا الكلمه هاي حابب ان انا اقولها. لا لا هي حلوه، هي يعني هي فيها بيحب يعني انه يلقنه كدرسا في الاخلاق الحميده، وهي ليست حميده جدا. مزبوط. ولكن ما علينا، يعني ليش نضيعك؟ شكلك بدك تلعب اونلاين عمار. اصبر اصبر اصبر، انا بديش العب اونلاين. لا صراحه لا لا هو واحد من الاشياء اللي احنا بنعاني فيها في العالم العربي، انه الشبكه بين هون واوروبا او امريكا او كوريا او اي من الفار ايست ضعيفه جدا، انه بتلاقي هو قاعد بيلعب وكل شيء تمام، انت بعد ما يضربك باربع مرات تحس انه انت تحرك لاعبين اثنين كل واحد بريجن، يعني كل واحد منطقه. يعني انا لو يعني مثلا انا وانت مثلا صاحبي مثلا بالسعوديه بلعب معاه اونلاين تمام عادي كل شيء تمام، ممكن العب معه، الشبكه تكون سريعه، الليتنسي او البينج بيكون قليل كتير، وفيك تلعب من دون ما يكون في اي نوع من التاخير او شو بيسموه، في لك كلمه ثانيه غير التاخير، اللاج او اللاج. انا بحكي لك بالعربي ترجمها يا طنجره، اللاج مع اعراب يلا اسكت اسكت بس خلص. اوكي المهم اوكي، في عندك هلا كمان اركيد باتل، اللي هي ممكن مش عارف ايش الفرق بين اركيد، هي انه انك تلعب ضد ال لا 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 صح لا استنى مبلا مبلا مبلا، هي انك تلعب كل شخصيه لاخر شيء، بيكون عندك 9 مراحل وبعدين تخلص السبيشل ليفل، وبعدين بيكون له قصه اللي هو الستوري. طبعا للناس اللي بيعرفوا لعبه تكن، تكن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ليش وصلت 9 ما علينا، بيكون لك انه بيكون انت متابع القصه تبعتهم، تكون انت متعلق بالشخصيات، في منهم شخصيات جداد كمان موجودين. بديش طحنك كثير في الموضوع هذا. ترجر باتل كل ما بتفوز اسكت يا حيوان اوكي. ترجر باتل بتقعد تلعب، وكل ما تتغلب على الخصم، طبعا كلهم كمبيوتر يعني، ولكن شخصيا لكن ماخذين المعلومات تبعت لعيبه اللعبه قبل هيك، يعني تلاقي واحد اسمه عثماني سوبر جاي خليجي، مستحيل يكون واحد يعني مصمم اللعبه اختار الاسم هذا عشوائيا، اكيد يكون لا بيكون ما هو الا يكون عبود. كان في كلمه ثانيه كنت راح اقول بعدها بس مش لابقه، عبود جونجر ايش قافيه، هاي كلمه صعبه بعرفهاش. احنا يا اما فوق باللغه العربيه او تحت احنا بنعرف مفردات ما في حدا بيعرفها، وبنفس الوقت في مفردات ثانيه ما مثل الاستاذ الغوغائي. ايوه هاي مسبعه فكره، هذا لما حد يسبك اياها لا تسكت له اوكي. المهم غير هذا كله في عندنا فيرسس باتل. فيرسس باتل اللي هي احنا اثنين شباب قاعدين في نفس المكان بنلعب مع بعض، وبنقدم لكم برنامج رائع جدا اسمه جاري اللعب مع حكيم وعمار. عمار انت لو طلب منك انك تيجي تاني وتسهر معانا ونلعب هتيجي؟ طبعا. طيب انا كيف حدايقك بحياتك؟
النتيجه 0-0 مثل ما انت شايف 0-0 اوكي 0-0-0 تمام تمام يعني ما في تعادل ما في فوز للفريق الاحمر اللي هو انت وفرش. اوكي اول واحد يوصل للعشرة بيكون يعتبر ان هو فاز بس احنا ما عرفنا شو الرهان اللي كنا بدنا نتراهن عليه ما بعرف شو بدك والله ما بعرف بما انه احنا برمضان اللي بيفوز ممكن ياخد سبلاي لمدة شهر كامل فينتو يعني انينة هاي الانينة بدقيقة او ممكن بخمس دقائق ما علينا طبعا بعد الافطار هلا بنتفق على الرهان بعدين بس المهم ان نفوزك وبصير خير طبعا انا عارف النتيجة هلا ما علينا اوكي انا هبلش مثل ما اخترت اول شيء كان هيهاتشي هيهاتشي اوكي اوكي طيب هلا احنا بدنا نكمل خليني بس اعلي الصوت شوي هنا عشان نسمع اللعبه صراحه انا بحب الاغاني اللي بتيجي في اللعبه والهيك والساوند افكتس يعني تعال تسمع كول 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 اسمع حرك الشاشه هيك قرب لنا شوي هيك احودها عشان ما يكون عندي اي نوع من الاعذار بس 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 تمام 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 كله حلو كله حلو لا ما انت هيك حتطلع بعده هلا عادي يعني انه بس تخسر طيب مش مشكله انا راح العب معك جد من اولها يلا طيب هذا الجد تاعك اوكي اصبر اصبر ما علينا ما علينا تمام هو وضع تمام بس كيف الموز انا محدده قبل ما ادخل البيت. حدد اللي بدك اياه انا مش راح احكي معك اصلا هلا لو سمحت انت خصمي هلا ما تتكلم معي لو سمحت ايش في اوكي المفروض احنا احنا ما اتفقنا على لا نتفق على اشياء كثير احنا اوكي انت طلع السيوف طلع اللي بدك اياه جاي تعمل علي ريج هذا ما يجي يا ارباب بس الا ما تزبط عليك لا ما راح تزبط هاي الراوند الاول اوكي يلا احنا كنا بنحمي بس يلا طبعا ايش انا عم بعمل حالي ان انا خايف العب ضده مش عارف ايش بقى ايش انا اسف انا اسف انا, آسف أنا بعتذر منك والله انا والله انا يا ناس اقسم بالله انا ايوه هي هاي الجراب اللي كنت عم بقول لكم عنها بس انت من وين جبت الرعد والبرق ومش عارف مين ثور حضرتك والله متفق مع مهندس ثور على فكره بضحكوش كثير نكتك ها هو نفسه اللي عمبار هو نفسه اللي جابني ايش عم تخسر مش إشي جديد ما عم بخسر حبيبي انت اللي مش عارف شو بتعمل يا زلمه قم روح لا ما تعرج تسوي انت ما تعرف لي انا ما بدي افشلك عمار لاحظ هذا الكلام اوكي شكرا حبيبي روح ايش في اوب 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 صراحه نكتس عن جد حلو اسلوب لعبه كثير حلو لا وحتى يعني انه اذا بتتفرج على اي حدا بيلعب نكتس يعني انه مشاهدته متعه هو. انت تفرجت على حدا قبل هيك يعني قعدت تحضر يوتيوب فيديوز وهيك اظن اغلبيه الفيديوز اللي حضرتها لستيف فوكس ستيف فوكس الملاكم لانه في كثير يعني حلو ريج حلو ريج برافو عمار انت بس الهيني بالكلام عشان 1-0 الهيني بالكلام وتبدا المباراه بدك ريماتش ولا بدك تختار اختار مو روح اعمل بدك اياه اختار مين ما بدك ايش ما بدك سوي اللي بدك اياه كاركتر بتحبه وبتموت عليه على اساس انه يطلع الفيمتو من ايديك روعه بعدين في فيمتو في الموضوع صح في فيمتو في الموضوع طيب هلا انا اخترت هيهاتشي اوكي راح ارجع اختار هلا كازويا ابنه لا لا هغير اوكي اوكي نتفق انه اللي استنى كيف بدي احسبها لانه عاده مثلا لو بتلعب ببطوله لو بتخسر اوكي اوكي بيحق لك انك تغير لاعب بس الثاني بيضلوا على نفس اللاعب اللي كان بيلعبه يعني اللي فاز يعني اللي فاز بيضلوا على نفس اللاعب أوكي. نجربها بس ليش الرول هاي غريبه يعني لا هاي ايش بتعمل على اساس انه مرات بتكون انت فايز كل المباريات تبعتك فبيكون لك راوند زياده بالمباراه فبيكون بحق لك انت تختار الكاركتر اللي انت بدك اياه الشخصيه اللي بدك اياها الاول أوكي. لو فزت بتكمل انت على نفس الشخصيه هداك بيصير يحاول يختار كاونتر لك بيصير يحاول يختار الشخصيه الثانيه اللي بتحاول انه تنافس الشخصيه تبعتك اللي هو مثلا هيهاتشي مثلا ممكن يكون قوي ضد انت اخترت لارس صح لارس مثلا ممكن انا اكون قوي ضد لارس بس ضعيف مثلا ضد ستيف فانت عبال ما تروح تختار ستيف بتكون خسرت مباراه اوكي عرفت فهو بعدين شو بيصير تختار انت انا بدا انت لما تغير على ستيف
انا بكون حسيت انه انا ديسادفانتج صح، اما بفوز عليك وبعادل المباراه او بزيد من الادفانتج تبعتي او كذا. اوكي اوكي مبين انه مبين من اولها انه لاس صعب عليك شوي. اوكي خليك معي بس تي هذا شوف هيك اظني هيك تمام بيكون الصور. ايوه هيك نشوف نجرب. اوكي انا بحب اسمع شو اسمه لا بحب اسمع ال اوكي عمار ايش عم تسوي انت عمار ايش عم تسوي؟ اوكي هتموت. مش قلت لك في واحد بيلعب بالنيابه عنه؟ والله انا والله انه انا هيو هي الكنترولر تبعي. شوف شوف شو ايش قصدك؟ على فكره مش هي الكنترولر بتاعتك. لا هي لا تفلسف لا هي شوف هاي قدام قدام مثلث مربع قدام قصدي لا انتم متفقين مع بعض متفقين مين المخرج عايز كده بقى المخرج عايز ايه عايز كده ماشي انا بس بفهمك على فكره لو انت حابب انه نلعب بسكوت وهدوء هيك ما عندي مشكله اه على اساس انه يعني حب 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 الساوند افكتس يا حبيبي حبي اروح ايش ايش صار فيك طلع على جيم ثاني على الفاضي. طبعا هاي الريج اتاك لما ينزل الهيلث تبع اللاعب لاكثر من 30% هو صراحه انفلخ وجهه المسكين يعني فايت ما انت مقضيها طول اليوم بتدرب يعني بتدرب وليش ما اتدرب يعني؟ عشان اخسر فينتو؟ كل هذا عشان فينتو؟ لا عمر طبعا ايش الحلو في الموضوع اننا كمان عندنا شو اسمه عندنا الشباب امين وسوران هيكونوا موجودين كمان عشان يكملوا التحدي فاول واحد يوصل للعشرة لو حد فيهم حابب انه هو يجرب يعني يجرب حظه معنا ما عندي مشكلة انا بعرف انه الشباب حيرجعوا لي حقك حيرجعوا لك حقك 2-0 بلشوا العد يا شباب 2-0 جهزوا نفسكم يا جماعه ريماتش ولا بدك تغير ولا شو بدك انا حامل اسمع للعشرة احنا رح نلعب عادي بكل بساطه هذا العجوز يفوزني وليش ما يفوز عليك انت شو مفكره يعني طب اغير شخصيه ولا اضلني على نفس الشيء ولا على كيفك انا مسموح لي طويل العمر شهيد هلا هلا شهيد هلا بالخ اول مره بلعب فبدي اشوف شو وانا كمان عندي كازويا كازويا بيكون ابنه لهيهاتشي اللي هلا كنا بنلعب معه انت متفق مع العيله كلها وبالقصه بيقتل ابوه والله هو بيتزعل معاه على دق طرنيب اظن متزعل معه على رهان كانوا بيلعبوا مع بعض شكله ولا بيلعب تركسو واكله الشيخ الكبة والله انا عارف اقسم بالله ابنه فاز عليه دق تكن اريد معرفته الحقيقة هذا فعلا شاف هذا هيفهمنا عربي كازويا هيفهمك عربي مش الثاني هلا كازويا هذا كمان بداية موفقة جدا كازويا وارد لحكيم صح راحت الغدرة راحت الغدرة والله ايش اللي سويته انت؟ شكل الغدرة عم تقول على راسه عشان هيك صار يعرف يلعب هلا عمار انت ليش مش شو عم بيصير معك؟ ايش في؟ كيف وات؟ على فكرة بدون الارض كيف هاي؟ من الباتنز ماشي كومبين عملتها قصدا يعني بس عشان ابين يعني في مستويات اللاعب ماشي ايش في؟ انا طلعت لبعيد للحظة يعني هاي حركة اسمها عليك اللحمة ما في ها كاونتر سويت لك لا اوه شو بتسوي؟ على فكرة أول مرة ألعب ضد الشخصية هاي والله أنا أول مرة بلعب فيه الصراحة لا أول مرة أشوفه يعني أول مرة ألعب ضده يعني. لا لقد انتقم منك شاهين فازك لا خلاص اوكي روح تعال تعال حلاوة طبعا انا اللي عم بعمله هلا بعمار عشان الكل يكون فاهم الطبخه هو على اساس لا مش الموضوع هيك انا بحاول قد ما فيني ان انا ارفعه لفوق بالهواء على اساس انه انا اكمل الهجمات تبعتي وهو بالهواء طبعا ما في داعي هو بالهواء رجليه على الارض رفعتك بالهواء صار رفعت ايش تطلع من الهواء اوكي هلا
فكرة هذا غش، لأن الواحد ما بيلحق يعني إنه يعمل ديفنس فوق أو تحت. يا حرام يا مسكين. شفت كيف هو كان عم بيطلع هيك على الجثة تبعتك؟ ليش عم تعمل؟ مش كل مرة، مش كل مرة، مش كل مرة. ثلاثة صفر. متى بدك تختار شخصية اللي تعرف تلعبها كويس ولا؟ أنا لحد هلا لسه بعطيك مجال. لحد هلا يعني بمزح. أوكي. ماشي. والله حيخلص الكاركتر. بسرعة بمنافسة رهان عم بشرب هلا بيمتو. مين هلا سمع لعبه؟ مو انا غيرت صح؟ مسموح لي اغير صح؟ انت غيرت بس ضليتك بنفس العيله. ما هلا 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 بغير لك العيله كمان مره. هذا بيكون اسمه جن. هذا الابن العاق. هذا ابنه لكازويا اللي بيكون ابن اللي جده بيكون هايهاتشي. انا داخل اناسب العيله ولا داخل العب بالكاركترز يعني؟ انا رايح اطلب ايده. نلعب يا يا حبه. طيب. بوب. يا لهي ممكن بوب. بوب على فكرة طبعا هو فعلا رشيق، هو فعلا يعني ما يغرك شكله ابدا، ما يغرك شكله. شخصية بوب بيذكرني بموائد رمضان، بيذكرني بالخير والاكل هيك والعز. لانه هو المائدة اكلها كلها يعني. هو نفسه مائدة رمضان. على فكرة انا بحب الرشاقة بتاعته جدا، رشيق قوي. هو على فكرة كان مشروع باليرينا. لا لا بس فشل. بس يعني هذا رشيق وهذا الشيك. شوف هيك شيك انه يعني حلو شيك. الله يا عيني. لا بيكلم ايده يا عيني. ساعديني يا ماما. لما شافه اوكي. هلا قبل ما نلعب جد ورجيهم حركات بوب. اوكي ما راح تصدق انه انا فعلا واحد بالحجم هذا. حيخربطوا بين بوب وبين غزال. طيب ليش عملت جراب؟ طيب ماشي انا ورجيك. طب خليني ابين رشاقته يعني. انا ورجيك رشاق كثير. اي كيف يعني؟ لا 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 نو اوكي صح. هون الرشاقة بتبين. الله لا احشي بقول لك power and weight. شفت كيف طيرتك بالهواء؟ لا مش مرتين، لا مش مرتين. على فكرة والله بضلني انساها. بدي اعوض. سبيد اند وين. كيف هالبني ادم ما عم بيتشقلب؟ ما بعرف. بلاش من التوتر هلا. ضربته الظهر وغش. هذه غدر اسمها. وانت عطيتني ظهرك. ممنوع تضربني، ممنوع تضربني. يا الله. تعال حبيبي تعال. الناس ما بيقدروا يستحملوا كمية الهجوم. نو. لا. اوكي بس ما خسرت لسه عندي هال. لسه عندي هال. يا ربي خد تعال بدك تعمل جراب. تعال اقول لك حاجه. كيف ما اجت هاي؟ نو اوه اوه يا يا. اوكي خلاص صحتين على قلبك يا معلم. هذا الحجم بيطير اكثر من غيره. قلتك بيرفكت. قلتك بيرفكت عمار. قلتك بيرفكت. لا ما جاك بيرفكت. انا عندي مشوار. اقعد اقعد مات ما شيء تروح. باخذ فيمتو يعني باخذ فيمتو. يعني مين في ادخل من بوب؟
شكله بوب. والله والله السقف زي عادي السقف عادي يتحرك. بوب جاي لك يا حرام يا حرام. ايش حيوانات؟ اه صح ضبطوا معك البني ادمين ندخل على الحيوانات. ماشي 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 4-0. ها هي شايفين النتيجه انتم شايفين انت هاي النتيجه فوق 4-0 على مقياس اوكي للعشرة. اوكي انا راح ايش راح يعني راح راح احطه على نار هاديه اخليه يستوي هيك راح نشوف. الفوز بيكون باحتراف. انت بتفوز اي شيء، انت بس بدك رقم. انا بدي اضبط هزيمه مكراء. ماشي اوكي انا نفسي ما فهمت. ما بعرف انا قلت ماشي معك يعني قلت الوضع كيف. اوكي هلا بدي اخذ بول. اخذ بول. اوه انا عرفت مين اخذ لك. اخذ العملاق ضد العملاق الدبدوب ضد السكرين حتنكسر هلا من الوزن الزايد اللي فيه. حالتهم صعبه الناس مين البيجنرز. والله احنا اللي حالتنا صعبه اقسم بالله. احنا اللي حالتنا صعبه. ان شاء الله حتى كوما عامل هيك. هي اشكال الواحد يلعب فيها يعني. اه حلو اوكي. انا مع السمك يعني بخاف. على فكره انت احتمال هلا تفوز. انا عندي حساسيه من السي فود. انا من اكل اكل بحر عشان هيك منقيه. طيب بتمنى لك كل الخير وجود لك ان شاء الله. على فكره اذا انا خسرت هذا الدور فعرف انه انا كنت خايف اغرق من هيك. على فكرة انت رجلك كتير قصيرة كيف عم توصل لي؟ بس فيها مفعول. هذا من كتر حبي لك فانا بحضر. ايش فيه؟ ايش فيه؟ ايش فيه؟ الشغلات بتطلع من ايدك غريبة جدا وانا مش عارف. لا دي ايدي يا حبيبي. اوه اوه يس اجت فيك. قتلتك؟ جبتك؟ جبتك؟ اوه ده كمان ضربة. لا اوه يعني تاكوف يعني انه بتخدعني. راوند 2 فايت. لا ايه علينا. I wasn't ready. خل ايش على فكره بيوجع. اوكي انا تحسست منها. لا 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 انا عازف. فكرة انت عندك ادفانتج انه حجمه كبير فوين ما تضرب بيجي فيه عادي. انه انت عم تلعب ضد قزم يعني. لا بس لساته اكبر. جو. انا خسرت. اوكي راوند 3 فايت ويا خلاص. دمائي ايش؟ والله انا نشف وجهك ولا دمائي وجهي. بما انه رمضان خلينا شوية الماء لوجهي. رمضان جانا والعبنا ايش؟ كثير انت موسيقار ياي يعني على فكرة. والله الدبدوب هذا بيجي اقسم بالله. لا تطلع منه القطن هلا يعني. شو تسوي؟ كل هذا اللي يتحمل اخ ايش 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 طبعا ما توقعت. لا صراحة لا بس انت هاي ما توقع. هاي اتوقع. استنى هاي ما توقع. هاي ما توقع واحدة. طب ما تتوقع واحدة منهم يعني. خذ جاي على بالي ما اتوقع اشي يعني حاليا. لا كان هاي من جراف. لا اجت فيك. الله استنى انا كيف لسه عايش. انا عاي انا انا مش عايش. ايوه اخرب. ايوه بالضبط. عندكم بطارية يا جماعة لأنه في في عندنا روبوت فقد عقله. فقد عقله عايز له أبديت. اي او اس الرجك للسي فود الظاهر. شكله التونة ما عنديش مشكلة معاه. يا جماعة انت حتفوز. انا مستني للآخر. ماشي انا مستني للآخر. قلت لي برضو. طيب ايش في؟ ورجينا شو اخرتها معك يعني. انا اخذ بول. ناخذ لك البرازيلي. لا 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 ما في داعي. ايدي هذا الكاركتر المفضل للبيجنرز. انا بكرهه يعني انا محترق لانك دائما بتخسر منه. اخرس.
علم علم. هلا انا اخترت، انا اخترت كاراتيه هلا اللي هو بول. طبعا انتوا شايفين الشخصيات كل واحد فيهم عنده اسلوب معين. اللي بيلعب تايكوندو لسه ما ورجيناكم تايكوندو، ولا لعبت تايكوندو انت؟ هو اول واحد انا خسرت فيه. اه ذكرني. فانا ورجيناكم تايكوندو. اوكي مشي الحال. معلش حد يرد على الباب، شكله الكافتيريا وصلت عشان نعرف نتسحر. شكله الديفلوبرز تاعون الجيم اجوا يقبضوا علينا هلا من طريق. والله جايني اقسم بالله جايني ياخذوك انت والله. احنا بنلعب على فكره. اه فاللي انا بلعب الشخصيه اللي على اليمين كاراتيه اسمه بول، هو امريكي بس بيلعب كاراتيه. الكاراتيه من هالجنسيه ما تحكم عليه شو يعني، خليه يلعب لازم جواز يعني. وهذا عندك البرازيلي ادي بيلعب كابويرا. طبعا عمار مش عم بيتحرك، واقف مكانك. انا واقف. هو هيك، هو هيك الوقفه تبعته. ايش انت قاعد على فكره؟ انا هخسر صح؟ رد على الباب لو سمحت. ليش ما خليه هو يحاسب؟ ادفعنا؟ ما شاء الله العظيم. اوكي اوكي anyways يعني لو بدك اهجم شوي اضرب كم من ضربه خلينا نشوف الشباب. هذا اللعبه ممتع جدا. اه هو اسهل للناس اللي هو كل على بعضه بدوس زرين وبكل حركاته بيعمل لحاله. مظبوط، حتى زر واحد ما في داعي تمسك الجويستيك اصلا او يعني. لا اه لما خسرت من هذاك اللي كان بيلعبوا كنترولر ايده. ايوه بالضبط، هو بس كان بيكبس اكس. اه طيب انا هلا اكلت على وشي كتير صح؟ دوري. خلينا نرجي الناس كيف ايدي بيلعب. ما بدي اورجي الناس شيء خلاص. اوكي. ليه كسرت الارض كمان يا عيني. احنا دخلنا على البيسمنت. ايش في؟ ليش ما تحرك؟ بحاول اطلع الريج بس عرفت انه اقول ليش مش راضي يزبط. ويفوز عمار اول جوله حبيبي، اول جوله يا حلاوله. طبعا اللي انتم مش شايفينه هلا لو لقيتوا عمار شوي مش مركز هيكون لانه في بني ادم وراه ماسك بيتزا بخلقته عم بيعمل له اعلان. شو بدنا نعمل؟ يلا كله في سبيل الفوز على حكيم. اه جود لك. ايوه اعمل ريت، يلا اعمل ريت اعمل ريت اعمل ريت اعمل ريت. خليك قد كلمتك وخليني اعمل ريت. اعمل بس هدافع بس ما حتطلع. خذ. الله يخليكم يا جماعه. لو حدا بليز يبعث لي بالويسترن يونيون، ويسترن يونيون لو حدا يبعث لي سلايس بي. ايش في؟ انا كم بدي اطلب. دخلتك على الجيم اللي بعديه. اه ما هو الخريطه اصلا بتتكسر. هذا ضربته ما بتوجع كثير صح؟ لا ابدا. انا كان بدي اعطيك مجال انك تقوم وتصلي على النبي بس فيش تقوم هالمره يا جماعه. بس انتم فاهمين الموضوع غلط. انا بول. ادي انت عمار، انت ليش مش ايش عم يصير معك؟ والله انا مش عارف ايش هذا. انت يعني صدفة واجيت تتحداني برمضان. انا برمضان دائما ما بكون على بعضي. كون ابوي مزعلني. مظبوط. حلو. طب انا جاي اكتسب ايش هي؟ انت تاخرت. كم سكور صار؟ اوكي 6-0. يعني والله لو الكاركترز موجودين قدامي كان كل واحد يعني اعطاني ضرب. والله كان جمعوا اللي يقتلوك. خبل الرياك حبيبي، اشرب شوية ايس تي زبط. لا لا بري معلش معلش بسمح لك. بسم الله. بس ما تفوز علي وانا عم بشرب. طيب مين كمان هلا بدنا نختار؟ مين كمان بدي اختار؟ انا حختار المخرج بطل غيره. مين اختار؟ لا لا مش اليزا، اليزا مش هتنفعني. باندا؟ اخترنا كوما، نختار باندا. مش رح تلعب ستيف يعني؟ والله صح. انت نسيت؟ انا نسيت. هذا الحب الاول والاخير. بس انت ما تنقيس. لا لا ما هنقي ستيف. لا ما هنقيس. بس مين اخر؟ لا والله ما هنقيس. طب شيل. اوكي شلت شلت شلت. ما بتثق فيي؟ انا ما بتثق فيي؟ انا ما بتثق فيي اختار ستيف؟ اوه لا على عمياني. اوف. لا 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 ما هختار والله ما هختار ما هختار. حاضر حاضر. بس مين اخذ؟ بس وين اوه لا مش موجودين هدول على حساب البلاي ستيشن. لا بس ما في داعي. لو بدك بنفوت نعمل كاستمايز بعدين نورجيهم كيف ممكن نختار شخصيات واشياء كلها. خد فوز 3 يمكن او 4 اي واحده فيهم هدول حلوين. اوكي
انت اي واحد بتحب اصلا هدول اللي بحط على راسه صح؟ بحطه ايوه اللي هو الكوت هذا تريننج كوت اوكي انا ما بحبش اللبس ده ده مين هذا جيجاس اظن انت قلت لي ان هو من اصعب الكاركترز اللي ممكن تلعب فيهم انت عم تحاول تلمح لي اني العبه العب فيه عشان نشوف قد ايه صعب هو والله صعب والله صعب ما هو اصلا ضعيف يعني هو بتفوز علي هاي الراوند جيجاس بسامحك والله الله يسامحك يعني ما بدي الله يسامحك هلا على فكره ما يغركم والله الشخصيه اللي عندي يعتبر انه هو من اقوى الشخصيات في اللعبه انه في ناحيه القصه بس هو ما يودي والله شكل بس كثير مضايقني انه هو اصلا ما مش عارف عامل لنفسه يعني انه هيبه على الفاضي هذا الملاكم طبعا الفرق بين كل الناس مثل ما ورجيتكم خليك معي لحظه هلا مثل ما انتم شايفين الشخصيه هاي مثل ما قلت لكم سكوير بيضرب بالمربع بايده اليسار مثلث بايده اليمين لا تحرك اصبر انا عادي خليك بعيد يعني الاكس برجله اليسار والدائره برجله اليمين ستيف اللي هو الشخصيه اللي عم بيلعب فيها مثل ما تشوف المربع والمثلث بيضربه بوكسات عاديه بس لما يدوس الاكس والاو شو بيعمل بيصير ايش يروح يمين يسار ما بيضرب برجله بس تضرب برجله بحالات معينة اللي لما تكون واقع على الأرض أو شيء زي هيك صح؟ بس كملاكم ما بيستعمل رجله طبعًا شاب تحمس والله هذا حجم على الفاضي إيش كمل إيش؟ كمل كلامك خلينا نعرف كمل كلام أصبر 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 هاي ضربة اللي أنت ضربتها ما بعرف إيه 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 طلع فيه منه أمل أوي لا لا بالغلط المشكلة إنه حركته بطيئة وعم بلعب ضد أسرع واحد ايش في ايش في ايش في لا انا هيك بس عم بمشي لعندك فكرت اعمل حركه هي ما كانت مشي عاديه يعني لا خليني اورجيك هلا شو بيعمل اللي هو هيك بيقوم بيصير يعمل لا 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 بس انه يلا ارجع اعملها لا 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 هي على فكره والله عن جد اذا فزتك بهاد انت مشكله لازم قوم انا اصرف اول مره شفت حد يضرب كرشه يعني لا جبت هاي شوف كمان مره كيف سويتها كيف سويتها انا هذا تحاول تطبق هلا عشان ما نخسر هلا سويها مره ثانيه تخاف ايش في نايس هاي دوج هاي هي المناوره اوكي اوه لا بعدت والله معلش ما علينا اوكي هذا على فكرة بيخوف اوكي بس ضربات مش والله عم ببعد كنت ايوه تعال يا راح امك تعال يا حبيبي ول 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 ايش في ايش في قوم روح يا زلمه لا 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 واحده بواحده خليك والله عم بلعب ديس ادفانتج يا زلمه والله اوف ايش في هذه اللي هي الخريطه هيك تتغير راوند 4 فايت شوف 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 مش هتيجي هاي لا ما في مش هتيجي فيها ريج اي دونت ثينك سو يعني على تكة انت بعدت ورا على تكة هيك قطع قطع هيك هيك جب دبراتك عرفت كيف زبطها لا مش هاي كانت هاي لا وين راحت اوكي ما علينا ايش في
ايش في ايش في ايش في لا 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 كان بدك بيرفكت انت سمع احلام اليقظه هاي بالنسبه لي اي 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 مين قال لك تنقي مين واحد غوغائي مضمحل حيوان زفحلوقي هو صراحه انا حيوان سمعت لك اصلا في حدا بيسمع العبار ده لا في 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 واحد احمر منه واحد قاعد جنبي لابس تي هذا مفاسة اه والله ما بيقول لك إيه يمكن يفيدك انت تعرفش المفاسة بس المفاسة هذا جاي من ساوث افريكا هذا جاي من افريقيا الجنوبية عنده سماعات زي هيك جيمر اه والله اه اسد جيمر بقول من وين طيب انت شو هتكمل هتكمل ستيف كم ستيف عادي يعني انا بحاول انوع لالاقي شيء ممكن اغلبه كنا بنحكي على تايكواندو ايوه صح لا اذا هيك انا هاخذ ستيف اذا هيك انا هاخذ ستيف ولاد هذا من سبلاش هذا من دبنهامس هذا بتلاقيه بيد اتش ان ام ايوه مزبوط هذا من ايش اليوم اوكي سوق اليوم هي سوق نايف دخلت ستيف يس السلام عليكم لا 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 السلام عليكم ليش يعني ايش يا دوب بعرف العب خليني انبسط بفوز طيب هاي خلص خلص جيم لا انا بلعب ستيف شوي يعني بلاش كثير It's okay. I don't, I'm sh- he's okay. يعني شايف اجى بدراجة عشان يعرف يهرب. طب حسب عليه سالك؟ العب 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 سابك بعدين. حلوة شفت كيف؟ شفت حركة؟ ايش في؟ تعال يا حبيبي تعال بمزح معك انا كمان ايش اي 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 ايش؟ يعني واحد الفايتنج ستايل تاعه ملاكمة وايدين والثاني بيلعب بس كيكس اه شو بيسموها؟ اللكمات ضد اللكمات تعال شو هذا؟ انا صرت اعرج ما في ريج ما يجي الله اللي عمل عليك الدوج أليم هلا تشوف آه نو 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 هو والله نزلت والله عظيم نزلت طيب ماشي تعال تعال اقعد 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 أقول لك حاجة إيش في يعني خلص خلص دورك لازم أتألق شوي أتألق يا حبيبي أتألق أتألق يا حبيبي لا على الفاضي على الفاضي زبون اه فاهم مش عارفه خليني افوز لا ضلك طير هناك اوكي عاد على فكره انا كثير مهور ان الوين تبعتك صارت هي على اليسار ضايقتك كثير اه طب انا شو اقول انا قوم قوم يا زلمه قوم يا حرام طبعا هو يعني انا اللي بحبه في ستيفن هو كثير بيذكرني بحالي المرونه الحركه السريعه اللي هي كانه خصوصا اللحيه والكرش بس عندكم سمات يعني ستيف فوكس ابو نحل انت الفرق بينك وبين حتى حكيم فوكس بس انت الفرق بينك وبين هورنج بس ان هو معاه دراجه يعني والله اسم ايش حكيم فوكس اسم مطعم هذا مطعم تايلندي هذا تحت اداره لبنانيه ابي خد يا حلاوله لا 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 هو مسيف اوبا ضل في حجر شوف انا مش فاهم يعني
على فكره السكرين مش عاجبني عشان هيك بخسر انا ما ماشي ما بحب السكرين هاي. انت ليش طلعت اصلا؟ طب هلا انت شو؟ على فكرة احنا مش لازم اجباري نختار شخصيات جديدة، يعني ممكن تختار اشي انت بتحب تلعبه. انت شايفني عارف العب بأي كاركتر؟ انا لعبت بكل الكاركترز اللي بعرف العب فيهم. يعني ما ضل الا انا افكر بنفسي والعب، يعني انه ممكن تزبط. لا لا خليني انا الكاركتر يعني بعرف العب فيه. خليني اعيش الجو شوي. انت وين رايح؟ شو ما بعرف. اوكي ايش بدك تختار؟ انا بصراحه بدي العب ستيف كمان مره. انا حلعب كلاوديو. من انت بتعرف تلعب كلاوديو؟ طب ليه ما بتلعب لارس ولا لعبت لارس انت؟ لا انا لعبت لارس لما محيته من اربع مباريات. صح ذكرني. ايش امك تتصل فيك ورد عليها اقول لها معلش يا ماما انا قاعد باكل على راسي يا ماما. لا ما خلص فقدوا الامل مني. ليش مستقبل هيك فاشل بالبيت؟ لا حبيبي حشاك حشاك تحكي شك عن فاشلين لو سمحت. ظلمت الفاشلين. اوكي نو اي لاف يو بيبي. اي مين كلاوديو؟ هذا كلاوديو. شو اسم الكلمه هاي تبعت اللي هو اللي بيطلع يطلع شو اسمه بالعربي؟ طارد ارواح. هو طردهم ولا بيعزمهم؟ لا شكله ما كان عنده اكل في البيت فطرد الارواح. انت انت فكر فيها لتفهم. انا بكون فزت شوي هلا، خليني استنى شوي. بس هذا شكل واحد طارد ارواح. والله هم الارواح هربوا منه على لا والله شكله حلو. انت شو عم تعمل؟ انا بحاول افوز. خليك انت فكر في ال. طب يلا يلا هلا انا عم بلعب هلا. على فكرة انت مفروض انك حافظ كل حركات ستيف، يعني مش فاهم انك. انا فاهمهم مش حافظهم. اوه نو ذا واز نايس دو. كان فيها كان فيها فكرة. انت بدك تعمل ريج. انت انا عارف. انا اللي عندي ريج. انا اللي عندي ريج. انت ارتكبت نفس الغلطة اللي انا ارتكبتها. او بعدين تعال 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 اقول لك حاجه. تعال اقول لك حاجه حلاوله. تعال اصلا الريش تاعتي احلى. الريش تاعتك احلى. احلى بكتير ما شاء الله. اللي هي بحياتها ما طلعت. بس الطريقه تبلش قبل ما يقتل المطاعم. اهلا اهلا اهلا. طبعا ما حتظبط. لا لا لو بدك خليك اياها تظبط بدك تدفع لي حق البنت المره الثانيه. يعني صباح الخير. اهلا وسهلا. اوكي طيب. هلا على الاقل على يعني انت المفروض انك تحاول انه لان هلا بقى شايفني عم بعشن. ما طبعا عم بحاول يعني. لا بس موجز الاخبار هلا كمان دقيقه ونص تقريبا. بحاول اتبع بوش ابس يعني. لا فانه على الاقل يعني يفوز لك شيء قبل ما نفوت قبل ما نروح البريك. ايش في؟ شو رايك؟ شكلنا راح نشوفها يعني. رجع راسك لورا يا عمو. ايش في؟ ارجع لورا. ارجع صوفي يا زلمه. المعجبين بيروحوا هناك. اكلم الايجنت تبعي الله يخليك. هلا انا بطلت اعرف افوزه. شايف؟ انا عندي ريج هلا. اوكي ايش في؟ وايش سويت؟ هاي فقرة الساحة. موجودة مثل عدمها يعني. ايش في ايش في؟ بس 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 اوي اوه. لا بس فيها دوج. كان فيها فكرة. حاول تثبت يعني. اوكي انا نو 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 لا 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 ولا يا بيبي يا بيبي بيرفكت تايمينج.
طبعا هلا يعني انه حمي الوطيس شوي، هو حمي الوطيس ما علينا. ماشي، خلينا نحمي الوطيس تبعك هلا شوي. اعزائي المشاهدين، طبعا هناخذ هلا استراحه قصيره جدا، نروح لموجز الاخبار وبنرجع لكم على طول بعد قليل. هتكون انت لسه موجود، ما تخافش، لك مجال للاسف. سي يو ان ا بيت. هلا اعزائي المشاهدين، نرجع لكم من جديد نكمل التسفيح اللي كان عمال بيصير. سلسله الفوز الخاصه فيه لعمار. خلينا نعيش الجو شوي. عيش الجو يا اخوي.